كان ديوان الأميري الكويتي قد أعلن في بيان عبر التلفزيون الرسمي وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح صباح اليوم. وتوفي الأمير الراحل إثر وعكة صحية ألم به منذ فترة. كان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن في نوفمبر الماضي عن دخول أمير البلاد المستشفى إثر وعكة صحية طارئة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت الموافق 3 جمادى الآخر 1445 16 من ديسمبر 2023. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون.